الطقم الكابتن حشيش الكابتن بلال ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان بعد انتهاء مباراه الاهلي والجونه بفوز الاهلي بهدف مقابل لا شيء مع مدير الفني الكابتن عادل عبد الرحمن النادي الاهلي بنقول لك اهلا بيك على شاشه قناه الاهلي. وقبل ما اكلمك في المباراه يمكن حدث بيحصل اول مره في مصر استوديو تحليلي ومباراه على الهواء مباشره من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شايف هذا الحدث ازاي يا كابتن؟ اولا انا ببارك للنادي الاهلي لان احنا السباقين في كل حاجه، يمكن سباقين في مصر في كل حتى الاعلام حتى الرياضه كل حاجه احنا سباقين. يمكن دي اول حاجه بتحصل في مصر استوديو تحليل لفرقه ناشئين بنعرف الناس باللعيبه. وبعدين انا طبعا بمسي على الكابتن اسامه حسني والكابتن محمد حشيش والكابتن احمد بلال وبقول لهم مبروك عليكم الاداء المميز ان احنا نعمل استوديو تحليل لفرقه من الناشئين. وطبعا النادي الاهلي هو كده، يعني النادي الاهلي يمكن غير في كل حاجه احنا غير. يمكن الاستوديو التحليلي او المباريات بتذاع لايف على الهواء، ممكن الناس تتفرج على اللاعبين، ممكن ناحيه التعارف يعرفوا اللاعبين، يعرفوا اسماء اللاعبين، يعرفوا شكل اللعيبه، اللعيبه تتحفز كتير قوي علشان تطلع للفريق الاول، ودي حاجه كويسه قوي. وزي ما قلت الاهلي هو اللي بيبدا بكل شيء يعني. انا عارف ان انت عندك محاضره فاكلمك سريع عن المباراه، يمكن مباراه قويه، انت متصدر الجدول المسابقه ما شاء الله، بتلاعب نادي الجونه في مباراه صعبه، نزل معاك مؤمن بناء على طلبه وحب يشارك النهارده، مصطفى شوبير النهارده بيشارك ايضا ما شاء الله مستواه هايل، احمد حمدي، ناس كتيره جدا بتشارك، ليك شكل في الملعب، بتلعب كره من تحت، بتحضر، بتروح، بتضيع. الاهلي النهارده كان ممكن يكسب 2 و3 كمان، ممكن يكسب بعدد كبير من الاجوال. بس انا اقول لك حاجه، انا يعني اهم نقطه عندي ان انا النتيجه بالنسبه لي عايز اقول لك دي وسيله يعني، ولكن في الاخر انا الهدف الكبير ان انا اطلع لعيب للفريق الاول، ده رقم واحد. الهدف الثاني ان انا اجهز لعيبه الفريق الاول، يعني بغض النظر عن اللاعبين لما بينزلوا، انت عارف اللاعب لما بينزل ممكن يكون بعيد عن اللعب فتره طويله، فدي فرصه كويسه ليه قوي، ودي استراتيجيه كويسه ان احنا بنشتغل مش بنطلع بس لاعبين، وكمان بنعد لعيبه الفريق الاول، عندنا فرصه ان احنا ممكن نلعب اكتر من لاعب في المباراه، فبنجهزهم للفريق الاول. قبل كده جهزنا نزل محمد شريف وكانت حاجه كويسه، نزل محمد شريف ونزل احمد الشيخ ونزل كمان احمد ياسر ريان ونزل الجزار، النهارده بينزل مؤمن زكريا وبينزل احمد حمدي وبينزل كمان كان احمد حمدي ومؤمن زكريا ومؤمن زكريا وياسر ريان. يعني انا بعتبر ان احمد ياسر ده تاني مباراه لي، عشان كده بقول لك دي حاجه كويسه جدا لينا وللفريق الاول، يعني بعتبر ان احنا بنساعد الفريق الاول. ممكن الاداء يختل شويه من مباراه لمباراه، يعني عشان اداء اللاعبين اللي هم بتوع الفريق الاول ما بنتمرنش يعني مع بعض كتير، بالعكس هم بيجوا لي على طول الانسجام، ولكن انا هدفنا الاسمى مش الانسجام، هدفنا ان احنا نجهزهم عشان لو احتاجوهم في اي مباراه في الدوري، احتاجوهم في بطوله افريقيا، لو احتاجوهم في اي حاجه للفريق الاول يكونوا جاهزين ويكونوا موجودين. وده الهدف من تواجد الفريق ده، الهدف من تواجد الفريق ده ان احنا نصعد حتى من القطاع الناشئين اللي عندنا، بنصعد لعيبه كويسه يلعبوا معانا، عندك عربي 2001، عندك احمد مصطفى شوبير 2000، ومصطفى شوبير من حراس المرمى الجيدين جدا، المستقبل كبير قوي للنادي الاهلي، عندي كمان احمد طارق مستقبل كبير، احمد طارق سليمان مستقبل كبير قوي للنادي الاهلي، فالحراسه يعني ما فيش خوف عليهم، رغم ان دول مش من فرقتي يعني، يعني انت عارف الحارسين اللي عندي اعاره، ولكن انا يهمني اصعد من الاصغر علشان يبقى عندي الفرصة أطول وعندي الناس أكتر، فدي حاجة مهمة جدا يعني. الحاجة آخر حاجة بقولها، أنا بيهمني في المقام الأول أداء اللاعبين الصغيرين، والمقام الثاني اللعيبة الكبار يهمني تجهيزهم للفريق الأول، لأن أدائهم اللي هم بيقرروه لجهاز الفريق الأول، فأنا بعمل لهم المشاركة البدنية أو التركيز في اللعب. توفيق يا كابتن والف مبروك. لا انا بشكركم وبقول لكم مبروك، حاجه جميله جدا لينا ان احنا نعمل استوديو تحليلي، ودي حاجه جيده قوي. شكرا يا كابتن. اشكرك. شكرا. شكرا كابتن. كابتن اسامه، ده كان لقاءنا مع مدير الفني للنادي الاهلي.